أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات أعمال لجنة جمع السلاح في العاصمة عدن وتداعيات ذلك. تواصل اللجنة الخاصة التابعة لتحالف حصر الأسلحة المتوسطة والثقيلة من معسكرات مدينة عدن تنفيذا لبنود اتفاق الرياض. وبحسب تقرير ميداني فإن اللجنة التي تتألف من 9 ضباط عسكريين من التحالف والحكومة والانتقالي أجرت في وقت سابق حصرا للقوى البشرية والأسلحة في معسكرات بدر واللواء الأول مشاة واللواء الثالث حماية رئاسية، بالإضافة إلى معسكر اللواء الأول حماية رئاسية في قصر معاشيق. ووفق التقرير فإن اللجنة أخذت تعهدات من قيادة الوحدات والمعسكرات بنقل تلك الآليات والأسلحة إلى معسكر رأس عباس. وسبقت عملية الحصر اتهامات وجهت إلى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بإخفاء ونقل جزء كبير من الأسلحة. إزاء هذه المعطيات تحظر أسئلة عن قدرة اللجنة السعودية إلزام الانتقال إعادة السلاح الذي جرى تهريبه إلى خارج عدن، وبالتالي ضمان تسليمه كاملا، سيما وأن وصوله تم عبر التحالف نفسه أو من مخازن قوات الشرعية المنهوبة في عدن. ومن الطبيعي أن تكون بيانات كل ذلك محصورة بوضوح. نناقش في هذه الحلقة تساؤلات وهذه التساؤلات وغيرها مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. لا توجد أسلحة ثقيلة في مدينة عدن، هي النتيجة الأكثر غرابة التي توصلت إليها لجنة سعودية أشرفت على النزول الميداني لمعسكرات المدينة التابعة للشرعية والانفصاليين. تألفت لجنة الحصر من 3 ضباط سعوديين و4 ضباط من الشرعية و2 من المجلس الانتقالي، وشملت خارطة نزولها الميداني وعملية الحصر التي أجرتها معسكر بدر قرب المطار واللواء الأول مشاة واللواء الثالث حماية رئاسية في جبل حديد، بالإضافة إلى معسكر اللواء الأول حماية رئاسية في قصر المعاشيق. بعد 3 أيام من الحصر تبين أن المعسكرات والألوية التي بداخلها لا تلوي على شيء ذي قيمة، وجاءت معها قوائم الحصر مثيرة للدهشة والاستغراب معا. دبابة واحدة من طراز T-55 في معسكر الانفصاليين تقابلها عربة PMB وأخرى لا تعمل في معسكر اللواء الأول حماية رئاسية بقصر المعاشيق. بضعة أطقم مسلحة وأسلحة الرشاشة ومدافع هون وقذائف RPG معظمها لا يستخدم أصلا ولا يزال في الصناديق وفقا للقوائم التي أصدرتها لجنة الحصر. تمضي السعودية قدما في تعهد الانقلاب الثاني على المستويين السياسي والعسكري، فبعد أن منحت الانقلابيين مكافأة سياسية عبر اتفاق الرياض، ها هي تمنحهم صكا بالبراءة من ملكية السلاح وإعفاء من تسليمه دون أن تعطي تفسيرا للكيفية التي ابتلعت بها رمال عدن كل هذه الأسلحة التي أشعلت المدينة طيلة السنوات الماضية. بماذا قاتل الانفصاليون وانقلبوا على السلطة الشرعية ومعسكراتها إذن؟ سؤال يطرحه المراقبون وفي ذاكرتهم حديث لوزير الداخلية أحمد الميسري غداة انقلاب عدن عن أن عشرات المدرعات الإماراتية هي التي حسمت المواجهات ليمضي مخطط الانقلاب بإمضاء تحالف يقال عنه إنه عربي وشقيق. وفي الذاكرة القريبة أيضاً قول لعيدروس الزبيدي بعد أسابيع من ذلك الانقلاب، أكد فيه أن الأسلحة التي خلفتها الشرعية في عدن تكفي لمحاربة الحوثيين 12 شهراً دون دعم من التحالف. وعقب تصريح كهذا تواترت أنباء عن نقل أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة باتجاه الضالع تحت غطاء محاربة الحوثيين، لكن نقل الأسلحة إلى خارج عدن لا يوفر وحده بنظر المراقبين حجة كاملة لاختفاء الأسلحة والمعدات العسكرية، فثمة وسائل أخرى لإخفاء الأسلحة والمعدات الثقيلة في أماكن متفرقة من المدينة وفي مخازنها، خصوصاً أن اللجنة المشتركة التي زارت معسكرات محددة مسبقاً ليست فريق تفتيش يتتبع المخابئ السرية، بل لجنة حصر في معسكرات مفتوحة وخالية الوفاض. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، وأيضا معنا من الدوحة الباحث السياسي نجيب اليافعي. مرحبا بكما معنا في هذه الحلقة. نبدأ بالسيد إبراهيم القعطبي، من أي زاوية تنظر لخطوة
جرد وجمع السلاح في عدن، ونحن نعرف أن هذه الخطوة تأتي بقيادة ضباط سعوديين. أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أنا في اعتقادي كان من المفترض أن لا يكون هناك خطوة مثل هذه، لأنها خطوة تطعن في حق السيادة اليمنية، بحيث أنه كان غرض حتى حصر السلاح وتسليمه كان ليكون تحت إشراف التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بحيث أنه لا يكون حتى للحكومة الشرعية التحكم في الأسلحة الثقيلة، ومن ثم من يشرف عليها ويتحكم بدخولها وخروجها من المدينة هي الإمارات والسعودية. هذا من ناحية، أولا هذا خيانة في حق الوطن وخيانة في حق السيادة الوطنية. البند الثاني حول أنه لا توجد أسلحة ثقيلة في عدن، فقد ربما الوقت في المماطلة منذ أن تم التوقيع على اتفاق الرياض أعطي للمجلس الانفصالي والانتقالي الفرصة لكي يخبي تلك الأسلحة الثقيلة، بحيث أنه يكون الموضوع يعني يكون هناك صراع قادم كما تعرف مشروع الانفصال. نعم، لكن سيد إبراهيم قعطبي أنت تعرف أن الشرعية هي الآن في الرياض، ونعرف الظروف التي هي واقعة عليها في ظل الحرب وفي ظل جلوسها في الرياض. ما هي الخيارات أمام الشرعية أمام هذه الاتفاقات وخصوصا اتفاق الرياض؟ كان على الشرعية أن تتمرد. إذا كانت حقيقة شرعية حقيقية تستمد قوتها من الشعب اليمني وتمثل الشعب اليمني، فلتخطو خطوات الجبواني والميسري وغيرهم من الرجالات الذين يعني تصدروا المشهد بطريقة وطنية من أجل استعادة الشرعية. كان من المفروض أن يكون هناك وطنيين وأن تعود الحكومة الشرعية إلى أي بقعة في الأراضي اليمنية، سواء كانت جزيرة أو أي منطقة محررة أو حتى مأرب، ومن ثم يكون لديها دبلوماسية عالمية أو على مستوى العالم، بحيث أنه تتواصل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول التي لها باع كبير في دعم الديمقراطيات مثل ألمانيا وكثير من الدول الأوروبية، التي ربما تضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات وتدعم الحكومة الشرعية. لكن المشكلة في هذه الحكومة تم تربيخها وإبقائها في داخل الرياض، ومن ثم تم تجديدها وأيضا السلك الدبلوماسي لها بكثير من العملاء والمرتزقة الذين هم محسوبين اليوم على السفير السعودي لدى اليمن وعلى ملكية الانتقالي، وهذا تم اختراق كبير بتربيخ الشرعية. طيب. وكثير حتى من المحسوبين على البرلمانيين كما تعرف. طيب. اليوم معاشات البركاني تأتي من الإمارات وغيرهم من قيادة المؤتمر الشعبي العام. نعم. وهنا تم الاختزال، هنا ما ينفذ على الأرض حقيقة هو ليس لا مشروع يمني ولا مشروع استعادة الشرعية، وإنما مشروع سعودي إماراتي لإبقى كل يعني حلقة الوصل أو أدوات اللعبة بيد هذه الدولتين. طيب. من أجل إما أن تضغط على الحكومة الشرعية لتنفيذ ما يريدون في اليمن أو يعني الحصول على ذلك من خلال الانفصال. فهم اليوم يمولون، من يمول الميليشيات الانفصال؟ من يمول الميليشيات الانفصالية لن يسحب منها السلاح. هذا أمر يجب أن يفهمه الجميع. نعم، ابقى معي سيد إبراهيم القعطبي، نعود إلى الدوحة. معنا من هناك الباحث السياسي نجيب اليافعي. سيد نجيب، كيف تتابع خطوات جرد وجمع السلاح الثقيل في العاصمة عدن؟ هل كانت النتيجة بالنسبة لك مفاجئة أم طبيعية؟ أعتقد أن هذا الموضوع بشكل عام هو عبارة عن مسخرة تديره السعودية وتنفذه الإمارات بهذه الطريقة. نتذكر تصريح أحمد الميسري بعد الانقلاب الشهير الذي رعته السعودية ونفذته الإمارات على الواقع عبر ميليشيات المجلس الانتقالي في عدن عندما أسقطت الدولة، وقال بالعنوان الواضح والصريح هناك أكثر من 400 مدرعة إماراتية هي التي حسمت الموضوع داخل عدن وأخرجت السلطة وقامت بالانقلاب. السلاح الثقيل الذي اشتغلت عليه الإمارات خلال الفترة الماضية وساندت فيه المجلس الانتقالي، شاهدنا كيف تبخر بشكل عجيب وغريب. الجرد الذي خرج إلى وسائل الإعلام، أصغر ميليشيا سواء عند عصابة الحوثي أو عند المجلس الانتقالي تمتلك الإمكانات، وأعتقد أن هذا
امر غير منطقي. المطلوب من الحكومه الشرعيه ان كان لديها ذره من كرامه او شرف تجاه او مسؤوليه تجاه الشعب اليمني، هو لديها كشوفات بالمعسكرات وبالاسلحه الثقيله التي استولى عليها المجلس الانتقالي وعصابات الامارات خلال الفتره الماضيه، تستطيع بكل بساطه ان تخرجه كما سربته ايضا السعوديه، كما سربت هذا التخير، تستطيع ان تسرب بحجم الاسلحه الثقيله التي كانت تمتلكها الدوله وسيطرت عليه عصابه المجلس الانتقالي. الموضوع بشكل رئيسي يتعلق بقدره السعوديه بالهاء الشعب اليمني، ابدا كنا نتحدث عن عصابات وميليشيات الحوثي وكيف نستطيع ان نتخلص منهم، اصبح الحديث عن مجرد تفاصيل، يعني الان اكثر من 3 إلى 4 أشهر من اتفاق الرياض ونحن نذهب يمينا وشمالا ولا شيء يمضي على الواقع الا ما تريده السعوديه وما تنفذه الامارات. اصبح الحديث الان في الجنوب، اما الشمال فكان الامر اصبح امر واقع وكان عصابه الحوثي باتت تتمدد وتمسك بخناق المجتمع والشعب اليمني، وبالتالي اعتقد ان هذه هي سياسه سعوديه ممنهجه تهدف من خلالها الى تمزيق وتشتيت ما تبقى من الحكومه ومن سلطات الدوله، وايضا تقوم بتفكيك كل عناصر لكن سيد نجيب، الا تعتقد ان هذه الخطوه يمكن ان تمثل شيئا مهما بالنسبه لتنفيذ اتفاق الرياض واحداث تقدم فيه؟ اتفاق الرياض هو طعنة في جبين المجتمع اليمني وهو مواصلة للتمزيق الذي يحصل لما تبقى من الشرعية، وأيضا تمزيق للمقاومة والجيش الوطني، وهو أيضا يشرع لمسألة الميليشيات والعصابات، وبالتالي سيتراوح الوضع بهذه الطريقة لأشهر قادمة ما لم يحصل شيء على أرض الواقع، خصوصا مع ارتهان الحكومة والرئيس وجميع المسؤولين بيد السعودية التي هي المشكلة الرئيسية وليس الإمارات، لأن الإمارات هي تنفذ على الأرض. السعودية للأسف الشديد تحولت إلى دولة تمضي بشكل حديث بتمزيق الجنوب وأيضا بشرعنة الشمال، لأن الشرعنة للمجلس الانتقالي وللانقلاب ولإسقاط الدولة في الجنوب وعمليا شرعنا بشكل مباشر ورئيسي لميليشيا الحوثي، ويتبقى مسألة ماذا سيحصل من اتفاقات تدور تحت الكواليس بين السعودية وبين عصابة الحوثي وأيضا بين السعودية والإمارات لترتيب وضع الجنوب، وما يحصل في عدن والمهرة وحضرموت وأيضا في شوة خير دليل على ذلك. نعم، طبعا ننوه أننا حاولنا التواصل مع بعض قيادات الانتقالي ليردوا على هذه التساؤلات، لكن بعضهم أيضا اعتذر لرداءة الصوت من هناك من المصدر. نعود إلى ضيفنا من نيويورك إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، اللجنة اكتشفت أن معسكرات كاملة لا يوجد فيها سلاح ثقيل، ما الذي يفترض أن يتم في هذه الحالة من وجهة نظرك؟ التساؤل الحقيقي هو يعني أين ذهبت كل تلك القوات والأسلحة الثقيلة من المدرعات عندما هاجمت الميليشيات الانقلابية قوات الشرعية داخل عدن وقصر معاشيق؟ يعني في تلك الأيام تحدث وزير الداخلية عن أن هناك 400 عربة داخل عدن مع هذا المجلس الانتقالي لمهاجمة السلطات الشرعية هناك وبتمويل من الإمارات على وجه يعني على وجه التحديد. السؤال هنا، ما يجب النقطة الأهم هنا الذي يجب أن يفهمها الجميع، لا يمكن لا للسعودية ولا الإمارات أن تحصر تلك الأسلحة التي هي من أعطتها لهذا المجموعات والميليشيات لعدة أسباب. السبب الأول، عندما تحصر هذه القوات أو الأسلحة الثقيلة سوف يعرف الجميع أن هذه الأسلحة آتية من السعودية ومن الإمارات، ومن ثم لا يمكن لهذه اللجنة أن تجرم دولها، لأنه هذا مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي، هذا مخالف لما يسمى أن التحالف أتى من أجل استعادة الشرعية، وفي نفس الوقت تدعم ميليشيات هي من استهدفت الشرعية في المناطق الجنوبية. يعني لا يمكن أن تقوم السعودية والإمارات بخطوة تجريم نفسها،
يعني الشعب اليمني سيتساءل وسيقول لماذا أعطيتم هذه الماليزيات تلك الأسلحة الثقيلة؟ المجتمع الدولي سيسائل السعودية والإمارات لماذا أعطيتم تلك الماليزيات الأسلحة الثقيلة وما الهدف منها طالما وأن هناك حكومة شرعية وأنتم أتيتم من أجل استعادة الحكومة الشرعية وطالما أن هناك جيش وطني فلماذا لم تعطوا الجيش الوطني تلك الأسلحة ولماذا لم تساعدوا الحكومة الشرعية؟ فهذا بحد ذاته فضيحة أمام المجتمع الدولي من قبل تلك الدولتين اللتين يعني مولت ماليزيات انقلابية وانفصالية في جانب الوطن مخالفا لكل الأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. فلذلك يجب أن نفهم جميعا أن هؤلاء لن يقوموا بعمل أي شيء لتجريم أنفسهم ولن يقولوا نحن أعطينا المجلس الانتقالي أسلحة ثقيلة واليوم نحصرها. فهذا شيء يجب أن لا يمرر علينا. هم الآن يماطلون ويقومون بتمريرها من مناطق إلى مناطق أخرى من أجل الإفلات من المواجهة والعقاب من الشعب اليمني ومن المجتمع الدولي. يعني هل ترى أن مسألة يعني تركيز أو أن التركيز على مسألة الانسحاب من المناطق أهم من رصد الأسلحة أين ذهبت ومع من وأين تم يعني إخفائها أو توزيعها؟ يعني نحن أمام ما يدور الآن في المناطق الجنوبية هو الآن خطة للصراع مستقبلي. يعني هذه الأدوات التي يتم استخدامها اليوم هو من أجل تمرير المشاكل إلى المستقبل في حالة لم يخضع الانتقالي مستقبلا للسعودية والإمارات، في حالة لم تخضع الشرعية لها، هي أدوات لاستخدامها وترهيب تلك القوى التي تعمل لا حساب السعودية والإمارات اليوم. الذي كان يجب أن يقام هو أن تستعاد الشرعية، أن المعسكرات كاملها يجب تسليمها إلى الشرعية، الأسلحة يجب تسليمها إلى الشرعية. كان مفروض يكون الحديث على هذا النطاق، ليس على انسحاب قوات الشرعية من 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 أبيان. من أبيان إلى مناطق أخرى. يعني هذا أراضي يمنية، هذا ما زالت أراضي من جزء من الجمهورية اليمنية، جزء من مناطق نفوذ الحكومة الشرعية. فلماذا يطلب من الحكومة الشرعية سحب قواتها من أراضيها؟ هذا شيء يجب أن يقف أمامه اليمنيين ونتساءل لماذا يتم ذلك، على حساب من ولمن نسلم تلك المناطق؟ للماليزيات الانفصالية، للتحالف الإماراتي السعودي، مقابل ماذا ولماذا؟ ما الهدف من كل هذه التحركات؟ ولماذا لم يتم تسليم حتى، أو لو افترضنا أنه سيتم دمج الانتقالي في الحكومة الشرعية، يجب تسليم أسلحتهم ومواقعهم لتلك الحكومة الشرعية ومن ثم الاندماج في تلك الحكومة الشرعية. ما فائدة الحصر؟ ما الهدف من الحصر إن لم يتم تسليم كل تلك القوات إلى الحكومة الشرعية؟ إن لم يتم تسليم المعسكرات إلى الحكومة الشرعية؟ نعم، بالنسبة لحجم الثقة في قدرة السعودية كداعم وراعي لاتفاق الرياض على لجم ممارسات الإمارات في عدن وغيرها، كيف ترى هذه الخطوة؟ هم وجهين لعملة واحدة. السعودية لا تستطيع تتحرك في الأراضي اليمنية بشكل كامل وبدون أي مشاكل بدون وجود الغطاء الإماراتي، والإمارات لا تستطيع أن تتحرك بالسعودية بدون في اليمن بدون الدعم السعودي. فلذلك هم يعني وجهين لعملة واحدة، وهم لديهم مشروع واحد، ربما في اختلافات في بعض النقاط، لكن الهدف هو واحد: السيطرة على اليمن، على المنافذ، على الموقع الاستراتيجي الهام، بقاء يعني أدوات السيادة والقوة والدفاع والسيطرة بيد تلك الدولتين. وهذا هم يمضون بمشروعهم وليس بمشروع الحكومة اليمنية ولا بمشروع اليمنيين. ما يتم اليوم على الأرض هو فقط عادة ترتيب أوراق تخدمهم، وإلا لما سمحوا للمجلس الانتقالي باستهداف الشرعية لو كان الهدف استعادة الشرعية، لما بنوا تلك القوات لو كان الهدف هو الحفاظ على السيادة اليمنية والحفاظ على اليمن ومحاربة الإيرانيين والحوثيين. كل هذا أصبح ليس حتى في الحسابات اليوم. نحن لا نتحدث حتى على محاربة الحوثي أو يعني تحريك الجبهات نحو الحوثي أو طريق أو محاولة ضعفه اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا. الآن الحديث هو حول
تمكين المجلس الانفصالي واضعاف الشرعيه. هذا ما يجري منذ سنوات لكي تتمكن عندما يضعف اليمنيين ويتم تمزيق وطنهم وتشريدهم ويعني اثاره الصراع بين القوى نعم. اليمنيه سواء كانت انفصاليه او ميليشياويه حوثيه او حتى شرعيه من اجل ان يصبح الكل مرهون للخارج من اجل نعم. ان تتحكم القوى الاقليميه والخارجيه باليمن ومن اجل ان يتم يعني السيطرة على كل ما له علاقة بالسيادة اليمنية وعلى الممرات الهامة طيب. للحكومة اليمنية وهذا ما يجري على أرض الواقع. طيب إبراهيم القعطبي كنت معنا من نيويورك المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من الدوحة الباحث السياسي نجيب اليافعي. سيد نجيب، يعني ثم من يرى أن مصفوفة تنفيذ اتفاق الرياض تكرس لندية المجلس الانتقالي مع الشرعية المعترف بها دوليا، كيف ترى ذلك؟ اتفاق الرياض جاء ليشكل أزمة جغرافية مشكلة ويضيف مشكلة أساسية وهي مسألة المناطقية ومشكلة الجغرافية في الجنوب. هي اتفاق الرياض جاء ليدعم الضالع، محور الضالع اللحج يافع ضد أبين وشبوة وهذا الحلف والصراع التاريخي في الجنوب للأسف الشديد الذي كرسته الإمارات ودعمته السعودية، وهذا سيفجر مشكلة كبيرة وعويصة خصوصا في المحافظات، خصوصا وأننا نعرف أن تاريخ هذا تاريخ الجنوب مليء بهذه الشحنات المناطقية والجغرافية. واتفاق الرياض جاء ليكرس هذا الموضوع. عندما يحصلون على السلاح الثقيل هذا المحور، لا شك أننا سنشاهد صراعا مناطقيا جغرافيا في الأيام القادمة، خصوصا مع شعور محافظة أبين وأيضا محور شبوة الذي خرج عن الطوق الإماراتي السعودي. لا شك أنه سيكون هناك صراع مقبل، وهذا ما تغذيه للأسف الشديد السعودية بدعمها لهذا الانقلاب وكذلك ما تقوم به الإمارات، وهذه مشكلة مزمنة. بدل أن تأتي السعودية والإمارات ليحلوا مشكلة اليمن، أضافوا لنا أعباء كبيرة وعمقوا من مسألة الانقسام المجتمعي والمشكلة المناطقية والجغرافية في الجنوب، وهذا ما سيشكل أيضا أزمة في المستقبل، خصوصا إضافة إلى أزمة ومشكلة عصابة الحوثي الانقلابية التي مولتها للأسف الشديد السعودية والإمارات. إذن أعتقد أن من قام بتمويل عصابة الحوثي لإسقاط الشمال ومن قام بتمويل المجلس الانقلابي في الجنوب هو مشارك بالفعل، ونحن نتحدث عن السعودية باعتبارها المشكلة المزمنة والرئيسية. وبالتالي أعتقد أن هذه اللجان التي تنزل إلى أرض الواقع لا علاقة لها لا بالحكومة ولا بالشعب اليمني، وكل ما يدور هو تنفيذ لخطة سعودية للأسف الشديد لتمزيق الجنوب والاستيلاء على الموانئ والممرات الدولية، ونحن نتكلم عن باب المندب. نعم السيد نجيب اليافعي كنت معنا من الدوحة الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيفنا من نيويورك إبراهيم القعطبي. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.